في السياق نفسه نظم حفل فني وخطابي بمديرية الشمايتين في تعز احتفاء بالذكرى 60 لثورة 26 من سبتمبر. وأثناء الحفل ألقيت العديد من الفقرات الفنية والخطابية للتأكيد على أهمية الثورة السبتمبرية وأهدافها، وأشاد المشاركون بدور الشهداء في مسيرة الثورات اليمنية خلال المراحل النضالية المختلفة ضد الكهنوت الإمامي. نحن اليوم في مكتب الثقافة مديرية الشمايتين نحتفي بالذكرى 60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، لأهمية هذه المناسبة وتأكيدا للدور النضالي ورفضا للفكر للظلم والاستبداد، وتأكيدا لأهمية الانتصار لأهداف ثورة 26 سبتمبر. الفعالية تقام برعاية كريمة من وزارة الثقافة، وزارة الإعلام والثقافة والسياحة والسلطة المحلية بمديرية الشمايتين. اليوم برعاية وزارة الإعلام والثقافة أقيم في مدينة تربة مديرية الشمايتين الحفل الفني والخطابي بمناسبة 26 سبتمبر. هذا اليوم الذي يعني كالنور الذي أخرج اليمنيين من عتمة الظلام وخلصهم من حياة البؤس والعبودية. ما زالت ثورة في 26 سبتمبر تعشعش في قلوبنا اليمنيين ها هنا في الشمايتين، أرض الثوار، أرض عبد الرقيب، تؤكد لليمنيين إن ثورة 26 سبتمبر سوف تحقق أهدافها ومستمرة ومتجددة.